الحمد لله ربنا كرم بالمكسب بتاع النهارده. السنه دي اصعب سنه ودي اول بطوله فيها والمدرب لسه جاي فلسه السيستم في الاول، فالحمد لله ربنا كرم بالنتيجه وانا بشكر الفرقه كلها ومن اول كابتن حسين لبيب وكابتن خالد فتحي وكابتن احمد الاحمر، الفرقه كلها بلا استثناء عملت اللي عليها، اللعيبه كلها كانت جاهزه وكانت على قد الحدث زي ما بنبقى موجودين كل مره. وقت الجمهور زي ما بنوعده كل مره ان احنا هنعمل اقصى حاجه ما عندنا وان شاء الله باذن الله هنقدر نشرف كره اليد ونقدر نشرف جمهور الزمالك، محتاجينهم دايما في ظهرنا علشان نقدر نكسب في كاس عالم انديه ان شاء الله. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك كلها في مصر وفي الوطن العربي كله، بنهدي لهم الفوز دوت. هو فوز صعب لان اوريدي انت احنا ده يعتبر اول ماتش رسمي لينا في بدايه الموسم. احنا خارجين من فتره التمرين مش ما كناش لاعبين ماتشات رسميه، ده اول ماتش رسمي ببطوله عليها تساهلت فيها افريقيا. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وان شاء الله دي تعتبر اول بطوله دخلت النادي السنه دي في بدايه السيزون. وان شاء الله ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى المردود احسن من النهارده، لان النهارده زي ما قلت لك ده اول ماتش رسمي بلس ان المنافس لسه جاي من ماتشات رسميه لسه كسبان بطوله افريقيا وجاي اوريدي جاهز اكتر مننا، بس الحمد لله طبعا بدعوات جماهير نادي الزمالك ربنا كرمنا وبنهدي لهم الفوز. لا هو مش هو الهاندبول في نادي الزمالك، المنظومه بتاعت الهاندبول جوه نادي الزمالك طول عمرها مش عشان احنا موجودين ولا احنا شغالين، لا طول عمر المنظومه في الهاندبول في نادي الزمالك سباقه بالانجازات وان شاء الله ان شاء الله بيمثل لي حاجات كتير، يعني بيمثل لي حاجات كتير لان احنا بادئين الشغل بقالنا شهرين مع مدرب اجنبي، اول مره في تاريخ نادي الزمالك يخش يمرن مدرب اجنبي. فان شاء الله اتمنى الفتره اللي جايه المردود يبقى في حته ثانيه ان شاء الله. كله من عند ربنا، يعني المباراه بالنسبه لي كانت مهمه وكان نفسي يعني الرجوع ده كان كنت حاسس ان هو الناس الحمد لله فرحان، كجمهور الزمالك كان فرحان ان انا رجعت، فكان نفسي افرحهم فعلا يعني ما يبقاش الموضوع ان انا رجعت وخلاص. فالحمد لله الحمد لله يعني بدايه كويسه الحمد لله والحمد لله على المكسب. يعني انا شايف والله التوفيق ربنا، يعني مش عامل خبره حاجه، ازاي الاهلي فيه لعيبه خبره والزمالك فيه لعيبه خبره، ماتش كان حلو جدا يليق بالكره المصريه حقيقي، يعني مباراه جميله مباراه حلوه، زي الاهلي لعب والزمالك لعب، لكن الحمد لله في الاخر في لازم حد يكون كسبان وفي حد خسران، والنهارده اللعيبه كانت رجاله جدا جدا لاخر ماتش والحمد لله التوفيق كان الحمد لله حليفنا، يعني الحمد لله رب العالمين.